النوع الثاني من انواع الديتكتور المستخدم في الجاس كروماتوجرافي هو تيرمال كوندكتيفيتي ديتكتور. طبعا تيرمال كوندكتيفيتي ديتكتور ما فيش داعي نتطرق له لان اقدم انواع الديتكتورات ومش شائعه الاستخدام زي ما موضح عندكم. هننتقل مباشره الى النوع الثالث وهو الكترون كابشر ديتكتور. طبعا الكترون كابشر ديتكتور من اسمه ديتكتور الاسر للالكترونات. لو جينا على التركيبة بتاعته، طبعا الكترون كابشر ديتكتور uses a radioactive، يستخدم في بيتا إيميتر يعني مصدر باعت لجسيمات بيتا النشطة إشعاعيا. وجسيمات بيتا المعروفة أنهن جسيمات بيتا ما هي إلا إلكترونات، ما هي إلا إلكترونات، هي جسيمة بيتا زي ألفا ما هي إلا أنوية ذرات الهيليوم. تمام، طبعا عندي حيكون عندي هنا مصدر زي مصدر النيكل 63 أو هيدروجين 3. هذه المصادر حتكون داخل تركيبة الديتكتور تعمل على انبعاث جسيمات بيتا. بعد ما تدخل المادة، المادة لما بصير لها عملية سيبريشن، عملية فصل بفعل كولوم، كل مكون مفصول سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث حيمر داخل الديتكتور. تمام، نشوف عندي أول حاجة نشرح بصفة عامة بعدين بالتفصيل. طبعا هذا المصدر قلنا عند النيكل 63 او هيدروجين 3، هذا ايش هي؟ مصدر لجسيمات او تبعث نيكل 63 يبعث جسيمات بيتا النشطة اشعاعيا to ionize some of the carrier gas، وتعمل على تأين بعض الغاز الحامل او الموبايل فيس and produce a current، وتنتج تيار كهربائي ما بين بيزد بير وفي الكتروس ما بين اثنين من ازواج الاقطاب. يعني اثنين من ازواج الاقطاب اللي ممثلة بالجزء الاحمر، هذا الزوج الاول، الجزء الثاني بيزد يعني منحني، هذا منحني وهذا منحني من بيور من ازواج اوف الكترودز، حتبعت من خلال هذه الجسيمات الموجودة ما بين هذول الاقطاب حيبعت لي ايش؟ جسيمات بيتا، ويتم عملية تقديرها عن طريق البيزد بيور اوف الكترودز، حيولد لي اشارة كهربائية. تمام، مثلا إشارة كهربية هذه كانت 100 مثلا أمبير على سبيل المثال. المركب بعد ما يخش، تمام، عندما أورجانيك موليكيول الجزيئات العضوية ذات كونتينر اللي تحتوي على الكترونيجاتيفيتي فانكشن جروب اسمها جميع وظيفية ذات تكهر سالبية عالية، لازم المركب اللي يفصل في هذا الديتكتور يكون عنده شرط الأساسي، يعني يكون عنده جميع وظيفية ذات تكهر سالبية عالية زي الهالوجينات فلور كلور بروميود ولا الفوسفورز أو النيترو جروبز. بعد ما يمرن هذه المركبات المفصولة فعل العمود، حيمرن داخل الديتكتور، وهذه المركبات طبعا عندها مجاميع ذات تكهر سالبية عالية، حتمر بوسط الديتكتور حتعمل على أسر بعض من الإلكترونات اللي بعثها لي النيكل. النيكل بعث مثلا إلكترونات أدت إلى توليد 100 أمبير. المركبات ذات تكهر سلبية عالية المفصولة اللي تحتوي على مجاميع الهالوجين والفوسفورز والنيترو، بعد ما تخش حتعمل على أسر، مثلا هذا عندي بعد قلنا عدد من الإلكترونات، تعمل على أسر حاجز بعض من الإلكترونات. شنو حيصير في التيار الكهربائي؟ بدل ما يكون 100 أمبير حيصبح مثلا 30 أمبير، يعني قص التيار الكهربائي، لأن المركبات اللي تحتوي على مجاميع ذات تكهر سلبية عالية عملت على أسر جسيمات بيتا المنبعثة بفعل مصدر مثلا نيكل 63، وبالتالي حيقل التيار الكهربائي. الفرق بيناتهم التيار الأصلي قبل ما يصير عملية نقص، وبعد ما صار لعملية نقص بفعل الأسر اللي تم من قبل المركبات اللي مفصولة بفعل العمود، نطرحهن حيعرف قديش كمية التيار المتبقي ومنها يحولها لإشارة كهربائية لكل مركب مفصول. They capture some of electrons، طبعا هذه المركبات تحتوي على مجاميع ذات تكهر سالبية عالية اللي فصلت بفعل العمود، بعد ما تخش للديتكتور وتلقى مصدر جسيمات بيتا تقعد تأسر capture some of electrons، تأسر بعض من هذه الإلكترونات. بهي لما تأسرها، هو كان تيار كهربائي قبل الأسر 100 أمبير، شن صار في التيار reduce، حينقص زي ما قلنا مثلا إلى 30 أمبير على سبيل المثال. reduce حيقل the current، مجرى التيار الكهربائي المقاس between the electrodes بين هذه الأقطاب، وبالتالي electron capture detector الديتكتور الأس الإلكترونات is as sensitive، حيكون حساس
من ناحيه حساسيه حسيت نفس حسيت فيلم ايونيزيشن ديتكتور، الديتكتور الاول اللي شرحناه من بدري، بات هاز ليميتد ديناميك، لكن مدى الديناميكي رينج مدى الديناميكي حيكون محدد بس ما يقدرش الا المركبات العضويه التي تحتوي على مجاميع وظيفيه ذات تكهرب سلبيه عاليه بس، يعني فيها هالوجين فوسفور ونيترو ومجاميع النيترو. And it is greatest application. طبعا عنده تطبيقات عظيمة في تحليل المركبات الهالوجينات تحتوي على هالوجين. طبعا هذا مختصر للأنواع الثلاثة من الديتكتور، فلميتوس الديتكتور وتيرمال وإلكترون كابشر الديتكتور. ألقوا علي نظرة فقط إن شاء الله تعالى، لكن يهمني الميكانيكية إلكترون كابشر الديتكتور الميكانيكية بتاعته، وفليم ايونيزيشن ديتكتور الميكانيكية بتاعته مهمة جدا. هذه بالنسبة لمحاضرة جاز كروماتوغرافي تفصيل الجهاز بالتفصيل.